من اسطنبول. أستاذ سامر، ما الذي كان مختلفا وفق المشاهدات أو وفق الرصد الذي تم لما كشفت عنه الجولة الأولى من هذه الانتخابات؟ نعم، مساء الخير لك ولمشاهديك الكرام. حقيقة كانت نتائج الانتخابات البرلمانية مفاجئة وعكس ما كانت تتوقع مراكز استطلاع الرأي التركية والدولية. حتى حقق تحالف الجمهور بقيادة حزب العدالة والتنمية بصراحة تفوق واضح بعدد المقاعد وبالمناطق وخرق المناطق، حتى مثلا مناطق الزلزال كانت أيضا تعد مفاجئة في نتائجها، إذ صوتت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية لصالح رجب طيب أردوغان على عكس المتوقع، حيث كان يتوقع أن تقوم بالاعتراض على سياسة الحكومة تجاه الزلزال. أيضا المناطق الكردية استجابت لدعوة زعماء حزب الشعوب الديمقراطي الكردي وصوتت لصالح كليجدار أوغلو. إسطنبول أيضا كعادتها كانت حاسمة نوعا ما عبر عدم إعطاء الأغلبية لرجب طيب أردوغان، ومع ذلك أعطت التفوق النيابي لحزب أردوغان العدالة والتنمية. كانت فعلا هذه إشكالية كبيرة في إسطنبول منذ الانتخابات البلدية الماضية، حينما أعطت رؤساء البلديات الصغرى للعدالة والتنمية بينما لم تصوت لمرشح العدالة والتنمية في البلدية الكبرى. لماذا يمكن أن يذهب شخص في إسطنبول ليصوت في الانتخابات الرئاسية لكمال كليجدار أوغلو بينما يصوت هو نفس الشخص مثلا في الانتخابات النيابية لصالح تحالف الجمهور؟ نعم، يعني حقيقة بالنظر إلى أحياء إسطنبول وتوزعها يبدو أن الصوت الكردي في إسطنبول كان ربما حاسم بعض الشيء، إضافة لأصوات بعض المحافظين الذين اعترضوا على تقارب حزب العدالة والتنمية من الحركة القومية الميهيبي. لاحظنا في الفترات الماضية أن أردوغان ومجموعته حاولت الاقتراب أكثر من نهج الحزب القومي التركي ميهيبي على حساب المبادئ الإسلامية المحافظة التي كان يطرحها، والليبرالية حتى التي كان يطرحها العدالة والتنمية، والتي كان يعني لديه قاعدة جماهيرية كبيرة. إذا تحدثنا عن إسطنبول بالذات فهناك ثلاث أسباب فعلا أدت إلى ما حصل. أولا التأكيد على وجود القاعدة الجماهيرية للعدالة والتنمية، ما زالت موجودة لكنها غير راضية عن السياسة مؤخرا لأردوغان على المستوى الاقتصادي. المدينة تشهد تضخم مرعب حقيقة، يعني أجار المنازل أصبحت تضاهي المدن الأوروبية. على مستوى أيضا نهج المحافظين، محافظي إسطنبول يرون أن أردوغان ومجموعته تحاول الابتعاد قليلا باتجاه الحزب القومي ومبادئ القومية التركية على حساب الإسلامية الوسطية الليبرالية. أيضا الجانب الثالث هو شباب العدالة والتنمية، يقولون نحن مخلصون للعدالة والتنمية ولكن بحاجة لتجديد كوادر وقيادات العدالة والتنمية. وهذا ما يبدو من خلال استطلاع نتائج البرلمان أعطيت لرجال العدالة والتنمية في إسطنبول، ولكن تم الاعتراض على السياسة العامة للعدالة والتنمية. أعتقد يعني العدالة والتنمية، قواعد العدالة والتنمية لم تعطي كليجدار أوغلو، ولكن الفارق بنقطتين كان في إسطنبول أعتقد كان الصوت الكردي. بعض الأحياء في إسطنبول استجابت لنداء حزب الشعوب الديمقراطي وأعطت لكليجدار أوغلو في المدينة فقط، لكن ربما بجولة الإعادة الأمور تختلف نوعا ما باعتبار أن حزب الشعوب الديمقراطي أو اليسار الأخضر حصل على ما يريد من خلال حصوله على 10%.